إذا ما وصلت الشريان في خلال 6 ساعات فالإجر بدها تنبتر، فأنا مضطر إني أوصل الشريان، وأنا ما أختصاصي الشريان. يعني كنت دائما أدرس شغلات ما أنا شغلاتي. فكان الشيء الحلو إنه كان معنا نت بالمشفى، وكان معي جوال حديث يدرس يعني شغلات يعني أنا بتوقع إنه تواجهني، مثل انقطاع شريان، مثل إصابة رئة، مثل إصابة قلب، مثل حتى القيصرية مثلا، أنا اضطريت أشغل قيصرية. فأنا على طول أفتح اليوتيوب وأفتح مراجع وأتعلم إنه كيف لازم يشتغل الشريان. فكنت أعاني كثير من موضوع إنه ما في غيري طبيب جراح، وأنا مضطر أشتغل في شيء، مضطر يعني إنه لازم أشتغل، أو إنه بده يقلبني مثلا بفكري، يقلبني ضميري إني أنا ما عم بقدر أختم هذا الموضوع اللي عم يتقدم. كتير لحظة حلوة وقت أنا مثلا حط يعني إنه بعد ما أوصل الشريان وفك لي كليبسات عن الشريان، أسمع النبض بالشريان، هي اللحظة كتير كتير حلوة إنه أنا قدرت أرجع الحياة لهالطرف، هذا الطرف اللي لازم ينبتر. يعني صوت الشريان على الدوبلر، أنا كنت أقول لهم إنه أحلى من صوت أم كلثوم،